احبائي ومرحبا بكم من جديد في قناه امل كيتشن. والوصفه ديال اليوم هي وصفه السبانخ والفراوله، وهي سلطه جد صحيه ومفيده في فصل الصيف ومرافقه بواحد دريسين ديال الخشخاش. كنحتاجوا هذه الوصفه ربطة ديال السبانخ لان حيت لها داك العويدات ونقيتهم، غسلتها ونقيتها وكذلك نشفتها. وغادي نحتاجو كذلك واحد شويه ديال القرقاع، مقدار ديال ربع كاس، وهنايا عندنا مقدار ديال 250 غرام ديال الفراوله، او انا حسبتهم مقدار ديال 13 الفراوله، غسلتها وحيت لها الراس وقطعتهم سلايس على هذا الشكل هذا. وبالنسبه للدريسين او لاصوص، غادي نحتاجو هذا الخشخاش، راه تيتواجد في محلات عربيه اذا كنتو خارج الوطن، وكذلك اذا كنتو في المغرب راه كيحتاج عند اصحاب التوابل والعطريه. وغادي نحتاجو هنايا مقدار ديال كيعرف بالانجليزيه بابيسيت او بالفرنسيه غرين دو بافوت، او العربيه خشخاش. وغادي نحتاجو واحد القرعه باش غادي نخلطو هاد العناصر باش نحصلو على الدريسين. كذلك الملح والابزار على حساب الذوق، مقدار ديال معلقه صغيره ديال الملح، وكذلك رشيشه ديال الابزار. وهنايا عندنا معلقه ديال العسل الحر كريمي هاني، هذا خديته 100% بيور اند ناتشورال اند اورجانيك. عندنا كذلك معلقه ديال الخل او كي يقولوا ابل سايدر فينيجر، الا ما كانش كتستعملوا الحامض الابيض، وخصوصا الا درتوا الحامض الخضر احسن، عصروا حامضه وخذوا العصر ديالها. وكذلك واحد ربع كاس ديال زيت الزيتون. غادي نجمعوا هاد العناصر كلها باش غادي نخلطوها في داك القرعه كما قلت لكم باش نحصلوا على الدريسين. غادي ناخذ كما قلت لكم هذيك القرعه اللي تكون عندها الغلاقه باش غادي تحركوا جميع العناصر مع بعضياتها. غادي نحطوا ربع كاس ديال الزيت، غادي نزيدوا له معلقه ديال العسل وجوج معالق ديال ابل سايدر فينيغر كما قلت لكم، الا ما عندكمش تعوضوه بالحامض او الخل العادي، الخل الابيض والحامض من الى كان الاحسن الحامض الاخضر، كيجي الطعم ديالو زوين في السلطه. وغادي نزيدو لهم الملح، عفوا معلقه ديال العسل الحر، الملح والابزار، وكذلك ملعقه كبيره ديال الخشخاش. غادي نسدو القرعه وغادي نحركوها مزيان حتى نشوفوا داك العناصر كلهم تجانسوا بعضياتهم باش نحصلوا على لاصوص ديال السلطه او دريسين.
من بعد ما صبنا سلطه دريسين غادي نحطو في طبق التقديم، غادي نوضعو داك السبانخ وكذلك الفراوله، وغادي نحطو ونرشوهم شويه ديال البوالنوت، وغادي نقدموهم بداك الدريسين اللي صبنا ديال الخشخاش. وكنتمنى الوصفة ديال اليوم تنال اعجابكم وتوجدوها لوليداتكم وكذلك لكم نتوما. كنشكركم بزاف على المشاهدة، وما تنسوش انكم تشاركوا في القناة للمزيد من الوصفات والعطاء. Thank you so much for watching and I hope you guys like the video. Bye. مع السلامة.